بهالفيديو جايب لكم شرح قصة Call of Duty Black Ops Cold War بالكامل. القصة جدا رهيبة واعتبرها من افضل قصص Call of Duty والالعاب بشكل عام. اذا لعبت طول القصة راح تعرف انه القصة معقدة وصعبة الفهم، فبهالفيديو راح اشرحها وافهمكم اياها بالتفصيل. واذا ما لعبت القصة وما لعبت اي جزء Call of Duty فكمان انصحك انك تشوف الفيديو، لانه القصة فيها كتير احداث حقيقية صارت بعالمنا الحقيقي بحقبة الحرب الباردة بين امريكا والاتحاد السوفيتي، ففيها كتير معلومات واحداث غامضة وغريبة، فاعتبر هالفيديو كفيلم. بس قبل لا تشوف الفيديو، سويت انا من فترة فيديو شرح قصة بلاك اوبس بالكامل. لازم تشوف جزء بلاك اوبس 1 من هداك الفيديو، فاذا شفته خلاص تمام، اذا ما شفته روح شيك عليه الان، راح تلاقيه فوق على اليمين او على اليسار او تاني لينك موجود بالوصف، روح هنيك وشوف فقط جزء بلاك اوبس 1. انا مقسم الفيديو، طبعا يفضل تشوف من وورد ات وور الى بلاك اوبس 2 يفضل، بس لازم لهالفيديو تشوف جزء بلاك اوبس 1، لانه احداث القصه في بلاك اوبس كولد وور هي بعد بلاك اوبس 1 على طول وقبل بلاك اوبس 2. فاي يلا خلينا نبدا. قبل ابدا الفيديو بس حاب انوه انه هالفيديو برعايه بيتزا هات وفي جيف اواي على جهاز البلاي ستيشن 5 منهم. يوم الخميس الماضي كنت فاتح بث مباشر على قناتي الثانيه عم اجرب فيه طور الزومبي الجديد في بلاك اوبس، وقلت لكم وقتها في البث اني طالب بيتزا وراح اكلها بعد البث، بس كل الكومنتات طلبت مني لا افتحها وكلها قدامنا في البث. فما ادري كيف بس هذا البث وصل لعند بيتزا هات وكلموني وقالوا لي نبي نربح احد مشتركينك بجهاز البلاي ستيشن 5، بس اللي كلموني هم بيتزا هات الامارات، فانا جدا اسف بس هذا الجيف اواي فقط للناس ساكنين في الامارات. ادري معظمكم بالسعوديه بالعراق بالكويت بمصر، اعتذر جدا منكم وان شاء الله بالمستقبل بسوي جيبويات لكل البلدان. المهم اذا كنت ساكن في الامارات وتبي تدخل بفرصه الفوز على الجهاز، كل عليك تسويه تطلب اي طلب من بيتزا هات عن طريق موقعهم الرسمي او الابلكيشن الموجود على الموبايل، واستعمل كود حقي في الطلب اللي هو بشار كي كي، وراح تدخل بفرصه الفوز على البلاي ستيشن 5. اذا كنت قاعد تشوف الفيديو بنفس يوم نزوله تاريخ 19/20/1 فالعرض فقط موجود لتاريخ 24/1 اي يوم الاحد القادم، فيلا الحق ويلا خلينا نبدا بالفيديو. عام 1979 في مدينه طهران عاصمه ايران في مسلحين ايرانيين اقتحموا السفاره الامريكيه، احتجزوا 53 شخص وقتلوا 18 واحد جوا السفاره، بقيه الرهائن ظلوا محتجزين بالسفاره لمده تتجاوز السنه، وبعدين في عمليه للسي اي اي حررتهم. على فكره هاي القصه حقيقيه صارت بعالمنا الحقيقي وصارت كمان قصه اللعبه، بس التكمله اللي راح اذكرها من احداث اللعبه مو حقيقيه. بعد انتهاء الازمه السي اي اي او وكاله الاستخبارات الامريكيه سووا تحقيق عشان يعرفوا مين كان وراء هالعملية. من وراء التحقيقات وصلوا لاسمين، الاول اسمه اراش كاديفار والثاني قاسم جفادي. طيب والحين تبدا احداث القصه باللعبه. عام 1981 قاسم جفادي بيكون موجود بهولندا، في فرقه من السي اي اي موجوده هناك عشان تقبض عليه. الفرقه مكونه من سارجنت فرانكوود واليكس ميسن اللي شفناهم في قصه بلاك اوبس 1 وبلاك اوبس 2، ومعهم شخصيه جديده اول مره بنشوفها بس دوره جدا مهم بالقصه اللي هو راسل ادلر. المهم بيلحقوا قاسم جفادي وبيلقوا القبض عليه، وبعدين تحت التهديد قاسم بيحكي لهم عن مكان تواجد شريكه اراش كادفار، والمكان هو مطار ترابزون بتركيا. فادلر ميسن وودز بيسافروا على ترابزون بتركيا بمهمه لاغتيال اراش كاديفار، وهم قاعدين يراقبوا المطار بانتظار اراش يوصل عشان يختالوه، بيلاقوا سياره جيب وصلت على المطار ونزل منها اراش، بس الشيء الغريب انه اراش بيطلع مسدس وبيقتل الاثنين اللي كانوا معه بالسياره. المهم قبل يركب الطياره نطلق عليه بالسنايبر بس الطلقه ما بتصيبه، فاراش بس يشوف انه في حد قاعد يحاول يختاله على طول بركب الطياره وبتمشي الطياره وبتجي سيارات كتير عشان تحميه، فشخصيات على طول بيلحقوه وبيقدروا اخر شيء يحطموا الطياره ويلقوا القبض عليه. المهمه كانت انهم يقتلوه، فادلر بيطلع مسدس عشان يطلق عليه، وودز بيحكي له كان لازم تحرر الرهائن وقت سمحت لك الفرصه، قاعد يتكلم على حادثه الرهائن اللي صارت بايران. بعدين اراش قال المهمه ما كانت ابدا عشان الرهائن، بعدين بيضحك وبيقول خطة بيرسيوس بدأت. بيروح آدلر بيقتل على طول، بعدين وودز بيقول مين بيرسيوس؟ You won't be able to stop him this time. Stop who? Perseus. Bullshit. Perseus is dead. Dead? All this time and you didn't even know.
princess will watch the west. Hudson will want to hear about this. Let's sweep the tarmac for survivors and get to Langley. Who the fuck is Perseus? طيب مين هو بيرسيوس؟ الشخصية الجديدة راسل أدلر بيكون بمهمة بالفيتنام عام 1968، أي قبل 13 سنة. فبهذيك المهمة بيتواجه مع قوات بيرسيوس وبيقضي عليهم، وبيظن وقتها أنه خلاص تم القضاء على بيرسيوس. فالحين تفاجأ لما سمع أنه بيرسيوس لسه عايش، وحتى ما صدق أول شيء. طيب مين بيرسيوس؟ الحين رح أتكلم عن أحداث حقيقية صارت بعالمنا الحقيقي. عام 1943 بنهاية الحرب العالمية الثانية كان في مشروع بأمريكا باسم مانهاتن بروجكت، وهذا المشروع اللي صنعت فيه أمريكا أول قنبلة نووية في العالم اللي استعملوها ضد اليابان بهيروشيما. وكان عالم الفيزياء والطاقة النووية روبرت أوبنهايمر هو المسؤول عن هالمشروع، هو اللي صنع أول قنبلة نووية في العالم. المهم عام 1943 بنهاية الحرب العالمية الثانية في أوراق ووثائق جدا مهمة من العالم روبرت أوبنهايمر بمشروع مانهاتن بروجكت تم تهريبها للاتحاد السوفيتي، واللي يعتبروا العدو الأول لأمريكا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أي بالحرب الباردة. ومن وراء هذه الوثائق اللي تهربت للاتحاد السوفيتي قدر يصنع القنبلة النووية الخاصة فيه. بعد سنوات من التحقيقات أمريكا بيعرفوا أنه الشخص اللي هرب هالوثائق كان جاسوس باسم بيرسيوس. هالكلام كله صار بالعالم الحقيقي وفي قصة اللعبة، والتكملة حاليا ما هي أحداث حقيقية، فقط صارت قصة اللعبة. قلت لكم من شوي أنه عام 1968 شخصية راسل أدلر كان بالفيتنام وتواجه مع قوات بيرسيوس. اللي صار هو أنه قوات الفيت كونغ اللي هم القوات الفيتنامية الشعبية بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي وبيرسيوس قدروا أنهم يسرقوا قنبلة نووية تابعة لأمريكا في الفيتنام. بس وقتها الجيش الأمريكي بقيادة راسل أدلر قدر يوقفهم ويسترجع القنبلة النووية ويقضي على عدد جدا كبير منهم، ووقتها ظن أنه خلص تم القضاء على بيرسيوس. طيب خلنا نرجع للوقت الحاضر بأحداث القصة. قتلنا أراش، بس قبل لا يموت قال أنه بيرسيوس لسه عايش وبدأ بتنفيذ خطته. فبعد هالكلام بيصير لقاء بالسي اي اي أو وكالة الاستخبارات الأمريكية بين ميسن وودز وأدلر ومعهم هاتسون من قصة بلاك أوبس 1. بصير لقاء بينهم وبين رؤساء السي اي اي، وبيحكوا لهم هالكلام، بيحكوا لهم انه بيرسيوس لسه عايش. بس مدراء السي اي اي ما بصدقوا هالكلام، بيحكوا له انه بيرسيوس مات من زمان، حتى بعضهم ما بصدق انه بيرسيوس موجود اصلا. وحتى بعالمنا الحقيقي في ناس بيظنوا انه قصة بيرسيوس عبارة عن وهم وبيرسيوس ما هو موجود اصلا، وفي ناس بيظنوا انه موجود فعلا. فبقصة اللعبة مدراء السي اي اي عم بيقولوا بيرسيوس وهم، ما في شخص اسمه بيرسيوس. أدلر بيحكي لهم انه بيرسيوس موجود وكان على وشك يسرق قنبلة نووية بالفيتنام لولا ما وقفه هو، وحاليا بعد 13 سنة رجع سمع اسمه، فواضح انه قاعد يشتغل بالخفاء لشيء جدا ضخم. فأدلر ميسن وودز وهاتسون بدهم دعم من مدراء السي اي اي عشان يلاحقوا بيرسيوس، بس ما بيقتنعوا. بهالوقت بدخل رئيس امريكا عام 1981 اللي هو رونالد ريغان، وبيصدق كلام أدلر وبيعطيهم الدعم الكامل عشان يلاحقوا بيرسيوس. You've been given an important task, protecting our very way of life from a great evil. There is no higher duty. There is no higher honor. And while few people will know of your struggles, rest assured, the entire free world will benefit. I know you won't fail us. وهي الصورة الوحيدة اللي عندهم ياها لبيرسيوس، بس مشكلتها انه صورة قديمة جدا اكثر من 20 سنة، فاكيد شكلها تغير حاليا. فوقتها أدلر بجمع فريق من ناس اشتغل معهم قبل، واحد اسمه لازار، واحد اسمه سيم كان معاه بحرب الفيتنام، واحدة اسمها هيلين بارك وهي من الـ MI6 وكالة الاستخبارات البريطانية. هالأشخاص أدلر اشتغل معهم بالماضي، وطبعا ميسن وودز وهاتسون من الـ CIA معاه بالفرقة. وبالأخير أدلر بضيف شخصية اسمه بيل. ما بنعرف أي شيء عن بيل غير أنه كان مع أدلر بالفيتنام لما تواجه ضد قوات بيرسيوس، وبيل هو الشخصية اللي رح تلعب فيه. أول شيء بيسووه هو أنهم بيجمعوا جميع الأدلة والإثباتات من مهمة الفيتنام اللي تواجهوا فيها مع بيرسيوس عام 1968، وبيرجعوا بذكرياتهم للماضي لهذيك المهمة على أمل يتذكروا أي شيء له علاقة ببيرسيوس. ونحن في اللعبة بنلعب ذكرياتهم كمهمة. طبعا الأشخاص اللي كانوا بهذيك المهمة هم أدلر، سيمز، وشخصيتك اللي هو بيل.
وبتذكروا انه وقتها قبل ان نهجم على بيرسيس ونسترجع القنبلة النووية اللي سرقها منروح على مكان في جنود روسيين عم يتواصلوا مع بيرسيس، وبهذاك المكان منلاقي فيه دفتر فيه دلائل كتير عن بيرسيس نفسه. فالمهم نرجع للوقت الحاضر وبقدروا يجيبوا هذا الدفتر، وبالدفتر او الوثائق منلاقي اسم أنتون فولوكوف، هذا احد الاشخاص جدا قريب لبيرسيس. المهم بعد شوية تحقيقات بيعرفوا ان هذا الشخص موجود حاليا بشرق برلين، على وقتها كانت عاصمة ألمانيا برلين مقسمة بجدار ضخم، فهذا الشخص موجود بشرق برلين التابع للاتحاد السوفيتي. فالمهم الشخصيات بيسافروا على برلين وبيعرفوا مكان إقامة شخص مقرب لأنتون فولوكوف وشخصيتك بيل، بتسلل لبيت هذا الشخص القريب من أنتون فولوكوف وبيحط جهاز تعقب شنتايته، بس هذا الشخص بيمسكه آخر شيء بيضربه وبيل بيغمى عليه. بعدين بس يقوم بيل بيلاقي حاله مربوط من أنتون فولوكوف وجماعته، وكان على وشك إنه أنتون يقتل بيل، بس على آخر الوقت بيهجم آدلر وفريقه وبيساعدوك ومنلحق أنتون فولوكوف ومنلقي القبض عليه آخر شيء. فبعد التحقيق أنتون فولوكوف بيحكي لنا إنه بيرسيس قدر يهرب قنبلة نووية من شرق برلين، وعن طريق فحص أغراضه CIA بيستدل على مكان أو قاعدة غريبة للKGB أو وكالة الاستخبارات الروسية موجودة بأوكرانيا، فبتم إرسال فرانك وود وشخصيتك بيل عشان يتسللوا لهالقاعدة ويشوفوا شو عم بيصير فيها. بس يدخلوا جوا المبنى بيكتشفوا انه المبنى عبارة عن مدينة امريكية مصغرة. الKGB او وكالة الاستخبارات الروسية بنوا هالمكان على شكل مدينة امريكية مصغرة عشان يدربوا جواسيسهم كيف يتأقلموا لما يرسلوهم على امريكا. المهم وودز وبيل بيوصلوا لغرفة الكمبيوترات اللي فيها الداتا او كل المعلومات المهمة، وبيقدروا يطلعوا من هناك اكبر عدد المعلومات وبيهربوا فيه من المقر. من وراء هالمعلومات بيعرفوا عن شيء اسمه Operation Green Light او عملية الضوء الاخضر، وبيعرفوا انه القنبلة النووية اللي موجودة بشرق برلين اللي قدر يسرقها بيرسيس هي قنبلة نووية امريكية. ففرانك وود وميسن وآدلر بيروحوا لعند هاتسون وكانوا جدا معصبين لأنه بالأوراق هاي مكتوب اسم هاتسون، يعني هاتسون يعرف عن هالسالفة هاي كلها. هاتسون بيحكي لهم أنه عام 1958 أي من 20 سنة CIA كانوا جدا خايفين أنه الاتحاد السوفيتي يقتحم ويسيطر على أوروبا، فاللي سووه CIA وكالة الاستخبارات الأمريكية والحكومة الأمريكية هو أنهم وضعوا قنابل نووية تحت جميع البلدان المهمة بأوروبا، زرعوا هالقنابل تحت أوروبا عشان في حال الاتحاد السوفيتي اقتحم وسيطر على أوروبا أمريكا تقدر وقتها أنها تفجر هالقنابل، وبالتالي رح تهزم الاتحاد السوفيتي، بس رح يقتلوا الملايين الملايين من الناس اللي ما لهم أي علاقة من وراء القنابل النووية. You knew the nuke was from Green Light. Didn't tell us. What else are you hiding? Maybe I can knock the truth out of you. You might want to rethink that, Woods. Everybody stand down. This little pissing match isn't going to help us catch Perseus. Why didn't you tell us it was an American nuke? He needed us to clean up his mess. The bastard's been lying to us all along. It's not a lie. It's an omission of fact. That's what you do best, isn't it, Hudson? Manipulate people. Tell them your own version of the truth. There is no truth. Only who you choose to believe. Adler knows all about that. Don't you, Russ? Operation Greenlight. What is it? Tell us everything. Back in 58, the arms race was in full swing. Eisenhower was convinced if the Reds moved on Europe, we couldn't respond quick enough. So he authorized Operation Greenlight. Top secret program that placed nuclear bombs in every major European city. The ultimate countermeasure to a Soviet invasion. 74, the bombs were upgraded to high-yield neutron bombs, capable of terminating personnel without damaging infrastructure. Thousands dying in a flash. You're talking about fucking infrastructure. How's that for civilized? We kill the people but preserve the buildings. We're trying to preserve our way of life. How long have you known about the missing nuke? One of the Green Light nukes went offline 8 weeks ago. We suspected it was Perseus, but couldn't confirm it. So we saw the photos you brought back from East Berlin. So, there's an American-made nuke in the wild. And once Perseus detonates it, the United States becomes global enemy number one.
We wouldn't have this problem if you'd done your job. Killed Perseus in Vietnam. Careful, Hudson. Next time, I might not stop Woods. هذا الجزء جدا عجبني بالقصة لأنه واقعي. عادة الأفلام والألعاب وكذا يورجونا وكالة الاستخبارات الأمريكية والCIA أبطال وكذا، بينما هنا عم يورجونا الحقيقة إن كل همهم هو إنه يفوزوا بالحرب، فكانوا مستعدين إنهم يفجروا القنابل ويقتلوا الملايين من الناس الأبرياء، كل هذا عشان يفوزوا على الاتحاد السوفيتي. بعدين حكى لهم هاتسون إنه عام 1970 غيروا هالقنابل وحولوها لقنابل نيوترينية اللي هي قابلة على قتل البشر بس بدون ما تدمر المباني. المهم حاليا إنه بيرسيوس سرق أحد هالقنابل النووية الأمريكية اللي كانت موجودة تحت برلين بألمانيا وممكن يفجرها بأي وقت، ولو فجرها أمريكا رح تصير العدوة الأولى للعالم لأنه هالقنبلة قنبلة أمريكية. المهم من المعلومات اللي طلعوها بيل وودز من مقر الكي جي بي غير عملية الجرين لايت هو أنه في كمبيوتر مين فريم قديم موجود بمنطقة يامانتاو، هاي المنطقة الثلجية اللي لعبنا فيها ببلاك أوبس 1. اللي شاف فيديو شرح قصة بلاك أوبس 1 راح يعرفها. في بلاك أوبس 1 هاتسون ومعاه ويفر راحوا على هالمكان لأنه سمعوا إنه هو المقر الأساسي للعالم النازي ستاينر ومصنع فيه غاز النوفا 6 السام. بعدين بس وصلوا عليه هاتسون وويفر بيلاقوا المكان فاضي وبيلاقوا راديو وعم يتواصل معاهم العالم النازي ستاينر اللي صنع غاز النوفا 6 وبيطلب منهم انهم يساعدوه. بحكي لهم انا جاهز انضم معكم واسلم نفسي بس انقذوني من الجنرال الروسي دراغوفيتش، هذا الشرير من قصة بلاك اوبس 1 اللي كان مخلي العالم النازي يصنع له غاز النوفا 6 واللي ميسن بيقتله اخر شيء. المهم في كمبيوتر مين فريم بهذيك المنطقة واللي بنعرفه انه بيرسيوس متجه لهناك عشان ياخذ الكمبيوتر، فبيتجهوا فرانك وود ومعاه ميسن عشان ياخذوا المين فريم قبله، وفعلا نقدر ناخذ كمبيوتر او المين فريم وبيفتحوه السي اي اي وبيشوفوا انه هالكمبيوتر كان فيه جميع اسماء السليبينج ايجنت او العملاء النائمين اللي صنعهم الجنرال الروسي دراغوفيتش الشرير من بلاك اوبس 1 ومعاه العالم النازي ستاينر. ونحن في بلاك اوبس 1 بنعرف انه ميسن هو احد العملاء النائمين. نهاية بلاك اوبس 1 السي اي اي بيفجر السفينة اللي فيها بيتواصلوا مع العملاء النائمين، بس ما بيعرفوا مين هم وكم عددهم، بس بيحطموا السفينة اللي بيتواصلوا فيها معاهم. طبعا اذا ما بتعرف شو هم السليبينج ايجنت او العملاء النائمين فلازم تشوف فيديو شرح قصة بلاك اوبس اللي سويته على القناة وتشوف جزء بلاك اوبس 1 عشان تفهم شو هم السليبينج ايجنت. نرجع للوقت الحاضر، السي اي اي فتحوا الكمبيوتر او المين فريم وعرفوا انه كان عليه اسماء السليبينج ايجنت بس تم مسحهم بالكامل، فبيرسيوس اجا اخذ الكمبيوتر قبلهم اخذ الاسماء ومسحهم. فحاليا بيرسيوس بيعرف كل عملاء النائمين اللي موجودين بالحكومة الامريكية وامريكا نفسها ما بتعرفهم، وهذا وضع خطير جدا بالنسبة للسي اي اي. فحاليا ما عندهم الا حل واحد عشان ياخذوا هالاسماء واللي هي انهم يخترقوا مبنى اللوبيانكا بموسكو عاصمة روسيا، هذا اكبر واقوى مبنى للكي جي بي او وكالة الاستخبارات الروسية بروسيا، وجدا محصن وصعب اختراقه، وهذا مبنى حقيقي موجود بالحياة الحقيقية. قبل نشوف كيف راح يخترقوه هاتسون بيكلم شخص اسمه بلاك، هذا الشخص هو المتحدث باسم رئيس امريكا، وبلاك سأل هاتسون ليش بيرسيوس ما اخذ الاسماء من هالمبنى، ليش راح وتعب حاله واخذها من يامانتاو. فبيجاوب هاتسون ان بيرسيوس واضح انه عم يشتغل لحاله مو تحت الحكومه الروسيه او مو تحت الاتحاد السوفيتي. المهم ادلر بيقرر يقتحم مبنى الاستخبارات الروسيه بنفسه وياخذ معاه بيل، راح يتسلل المبنى عن طريق خندق او بنكر تحت المبنى بانين الروسيين بحال صارت حرب نوويه يتخبوا الزعماء فيه، بس لازم حد من جوا المبنى يفتح لهم البوابه، والشخص هو بولكوف، هذا جاسوس للسي اي اي بروسيا لاكثر من 20 سنه، وبولكوف هو نفسه اللي ساعد ميسن وودز بالمهمه اللي قبل هاي بيامنتاو عشان يوديهم وياخذوا الكمبيوتر من هناك. قبل لا يفتح لهم البوابه بنشوف بولكوف جالس على الطاوله مع ناس جدا مهمين للكي جي بي، بنشوفه جالس مع مدير الكي جي بي او الاستخبارات الروسيه نفسها، وبنشوف معاه على الطاوله ليف كرافشينكو، هذا كان مساعد الاول للجنرال دراغوفيتش الشرير من بلاك اوبس 1.
هو اللي قلع عين ويفر في قصة بلاك أوبس 1، ومنشوفها بالأخير كان بتقاتل مع ميسون وودز، بيفتح قنبلة بإيده، بيروح وودز بمسكه وبينط معه، منفكر وقتها إنه هو وودز مات، بعدين نعرف إنه وودز عايش وطلع هو كمان عايش. ومدير الكي جي بي بيناديله كورنيل ليف كرافشينكو، فترقى وصار إله منصب كبير بالحكومة. والشخص الثاني اللي منشوفه هو عمران زكايف، هذا الشرير من قصة مودر وورفير 1، هذا اللي كان بيشتغل مع ماكاروف الشرير من مودر وورفير 3، وبنهاية مودر وورفير 1 كابتن برايس بيكتله. فإيه حاليا عالم بلاك أوبس ومودر وورفير صاروا بنفس العالم، شيء جدا مجنون وما حد كان متوقعه. المهم بيتكلموا انه في جاسوس بينهم عم يسرب معلومات ويساعد السي اي اي، والكي جي بي جابوا عمران زكايف ليساعدهم يمسكوا هالجاسوس. الجاسوس هو بولكوف، الشخصية اللي قاعد تلعب فيها حاليا وقاعد تسمع هالمحادثة. بولكوف حاليا هدفه يجيب الرقم السري عشان يفتح البوابة لأدلر وبيل ويفوتوا على المبنى، وفي عنده أكثر من طريقة عشان يسوي هالشي، يا أما يسمم أحد الحراس أو عن طريق الرشوة أو عن طريق التهديد. المهم أنت في اللعب تختار أحد الطرق وبتروح وبتفتح البوابة لأدلر وبيل وبتجيب معك جنديين، بعدين أدلر وبيل بالتخطيط مع بولكوف بيكتلوا هالجنديين وبياخذوا ملابسهم. أدلر وبيل بعد عدة أحداث بتصير معهم بهالمبنى بيقدروا يوصلوا للكمبيوتر اللي فيه جميع المعلومات والداتا تبع الكي جي بي، ومن الكمبيوتر بياخذوا أسامي العملاء النائمين أو سليبينج ايجنت اللي بدهم إياها، بس بيحاصروهم الكي جي بي من كل مكان، بس بيكون معهم شنطة مدخلينها معاهم فيها ملابس مدرعة ورشاشات كبيرة، فبيطلعوا أدلر وبيل ومعهم بولكوف لأنهم مسكوه إنه جاسوس، بيطلعوا بهالرشاشات وبيطلعوا بشكل خرافي من المبنى، بتكون في سيارة عم تستناهم برا وبيهربوا فيها. بيرجعوا للمقر ومعهم أسماء عملاء نائمين كثير، بس كلهم غير مهمين. المهم حاليا أي شيء له علاقة ببيرسيوس، وفعلا بيلاقوا اسم عميل نائم ممكن له علاقة ببيرسيوس واللي هو عالم الذرة والطاقة النووية ثيودور هيستينغ، وبيلاقوا موقعه بكيوبا، فبيروحوا شخصيات على كيوبا لأنهم بظنوا إنه هالدكتور عم يشتغل مع بيرسيوس ليشغل القنبلة النووية اللي سرقها من ألمانيا. بس نوصل هناك منشوف إنه قوات بيرسيوس موجودة وبنتواجه معهم، بعدين منشوف على أحد كاميرات المراقبة إنه بيرسيوس دخل على الغرفة اللي عم يشتغل فيها هالدكتور وبيقتله. بنلحق هالدكتور قبل لا يموت وبيحكي لنا إنه كان مجبر يشتغل عند بيرسيوس، ما عم يشتغل بإرادته، وقال لا بيرسيوس ما كان يبيه يشغل القنبلة اللي سرقها من ألمانيا، بس كان عم يخليه يفككها ويدرسها ويفك الشفرة الخاصة فيها عشان من وراء القنبلة يقدر يشغل كل القنابل اللي الحكومة الأمريكية زارعينها بأوروبا. وقبل لا يموت بثواني قال انه قدر يعمل هالشي، وحاليا بيرسيوس عنده الكود ويقدر يشغل كل القنابل النووية بأوروبا وبالتالي يفجر قارة أوروبا بالكامل. ومات بيرسيوس، حاول يقتله عشان يخبرنا هالكلام بس لحقناه قبل لا يموت وعرفنا هالمعلومات هي كلها. بعدين الشخصيات بيروحوا على السطح عشان تجي هليكوبتر من السي اي اي وتاخدهم، بس بيهجموا عليهم قوات بيرسيوس بكل مكان، وبتجي الهليكوبتر وبتكون انت عم تلعب بشخصية بيل وما تقدر تساعد الا واحد من الناس اللي معاك، يا اما شخصية لازار اللي تكلمنا عنها بالبداية، يا اما هيلين بارك من الام اي 6 الاستخبارات البريطانية، فتقدر تختار تساعد اي واحد منهم، ما لها تأثير جدا كبير على النهاية، بس الخيار الصحيح بالقصة هي انك تساعد هيلين بارك، لان احداث طور المالتي بلاير ببلاك اوبس كولد وور عام 1984 وموجودة شخصية هيلين بارك فينك تختارها من احد الاوبريتر، بينما لازار مو موجود، فالنهاية الصحيحة هي انك تنقذ هيلين بارك، بس مثل ما قلت لكم ما راح تفرق كتير عن نهاية اللعبة. بعد هالمهمة الشخصيات برجعوا على المقر ومنشوف شخصيتك شخصية بيل مربوط على كرسي، وفريقك هم اللي رابطينك، أدلر، بارك، هاتسون وسيمز كلهم حواليك وانت مربوط. أدلر بيطلب من سيمز انه يجيب له جرعة المخدر بالكامل، وبعدها بيحكي لك أدلر او بيحكي لشخصية بيل انت المفتاح عشان نلاقي مكان بيرسيوس، وانت المفتاح عشان نوقف القنابل النووية من الانفجار. سيمس بيجيب له جرعة المخدر لأدلر، وأدلر بيعطيها لشخصيتك بيل بجفن عينه. حاليا رح نعرف ماضي شخصيتك اللي قاعد تلعب فيه بيل، مثل ما قلت لكم من البداية بيل ما كنا نعرف اي شيء عنه غير انه كان بالفيتنام مع أدلر وسيمس عام 1968. من وراء جرعة المخدر شخصيتك بيفقد الوعي وبيلاقي حاله صحي بالفيتنام، حاليا عم نشوف ذكريات بيل. اول ما يصحى من تحطم الهليكوبتر بذكرياته بنسمع بيرسيوس عم يتكلم مع بيل وعم يحكي له لا توثق بأدلر، أدلر قاعد يكذب عليك. Do not trust Adler. Adler is lying to you.
Do not trust him. Do not listen to Adler. He is lying to you. He is lying to you. Do not trust Adler. During a mission to investigate reports of a Soviet bunker, your chopper was hit by ground fire. According to your debrief, you woke up in the middle of a firefight. الهدف حاليا انه نطلع من ذكريات بيل مكان بيرسيوس او المكان اللي راح يفجر فيه القنابل، لانه بيل كان مع ادلر بالفيتنام وقابلوا بيرسيوس هناك. انت حاليا كلاعب بتلعب ببيل بذكرياته بالفيتنام، والغريب بالموضوع انه بتسمع ادلر عم يتكلم معك عم بيقول لك روح يمين او روح يسار، خذ هالسلاح، سوي كذا ولا تسوي كذا. The path split near a ruin, so he took the right fork, not the trail to the left. No, Bell. You found the bunker by going into the cave. وهذا الشيء جدا غريب لأنك أنت عم تلعب بذكريات بيل، فشو دخل آدلر بالموضوع؟ المهم بيل بيوصل لنهاية المهمة، لنهاية الطريق، وبيلاقي باب لونه أحمر، باب بنكر اللي كان موجود فيه بيرسيوس. بيدخل جوا الباب، بتصير معه أشياء غريبة. بعدين بيل بيلاقي حاله إنه صار بالبداية من أول وجديد، ولازم يعيد المهمة من الأول. بيوصل للنهاية مرة ثانية وبيلاقي باب أحمر، باب البنكر، بيفوت فيه وبيشوف بيرسيوس. قبل لا يوصل له بيلاقي حاله انعاد فيه الوقت ورجع لبداية المهمة من أول وجديد. كل مرة بتعيد فيها المهمة بتتغير شوية أشياء، أحيانا بيكون الوقت الصبح، بصير بالليل، بتتغير أسلحتك وبتصير معك أشياء غريبة كل مرة أكثر وأكثر. وشيء الغريب، كل ما يفتح باب البنكر عشان يوصل لبيرسيوس، على الطريق بيلاقي أشياء جدا غريبة، نفس أماكن تحقيق وكراسي تعذيب وبروجكترات فيها أفلام، ونفس الكراسي اللي كان ميسن ببلاك أوبس 1 عم يتعذب فيها، أشياء مو متوقعة تشوفها ببنكر بيرسيوس. بعد عدة محاولات لبيل، كل مرة بعيد فيها المهمة وبيوصل الباب الأحمر وبيرجع بعيد، آخر مرة بيوصل الباب الأحمر البنكر، بيفتحها وبيشوف بيرسيوس وبيقعد معه على الطاولة، وبيرسيوس بيكون قاعد يتكلم معه ومع ناس تانين جالسين على الطاولة. الناس كلهم انت شفتهم من قبل، نفس أنتون فولكوف اللي ألقيت القبض عليه، قاسم جيفادي وأراش وناس غيرهم من ضباط الاتحاد السوفيتي. Comrades, the United States and its allies slowly consume that which is dear to us. Our leaders continue to weaken under this threat. It is the moral duty of Perseus to act when they will not. Soon we will possess an American nuclear bomb, the key to unlocking their entire green light arsenal. Once we control the green light arsenal, we will detonate them all from the safety of Solovetsky. بس الشيء الغريب، كيف بيل عرف هالكلام وكيف شاف المقابلة؟ معقولة بالفيتنام راح وشافهم وقعد معهم على الطاولة؟ كلام غير منطقي ابدا، صح؟ والجواب هو صح. شخصيتك، شخصية بيل، ما هو عميل بالسي اي اي اصلا. الكلام اللي قالوا لنا اياه بالبداية انه عميل بالسي اي اي، هذا كلام غلط. بيل هو عميل لبيرسيوس وكان بيشتغل معاه اصلا. متذكرين بداية الفيديو تكلمت عن اول مهمة باللعبة، كنا بدنا نختال أراش اللي كان له علاقة بحادثة السفارة بإيران. وقتها أدلر كان مفكر انه بيرسيوس مات من زمان وباقي الشخصيات ما بيعرفوا مين بيرسيوس اصلا. قبل لا نحاول نقتل أراش كاديفار، منشوفه طلع من سيارة جيب، طلع مسدس وذبح الاثنين اللي معاه بالسيارة. بعدين أدلر، ميسن، وودز بيلحقوه وبيقتلوه. بس يخلصوا من قتله ويرجعوا على سيارة الجيب، بيلاقوا أحد الأشخاص اللي جوا السيارة اللي قاعد ورا لسه عايش، ما مات من الطلقة اللي طلق عليها أراش. فالسي اي اي بياخدوه بيعالجوه وبعدين بيحاولوا يحققوا معاه عشان يعرفوا مين هو بيرسيوس ووين موجود. بس هذا الشخص ما بيرضى يتكلم اي شيء، فالسي اي اي بيطبقوا عليه برنامج ام كي الترا، وهذا برنامج او عملية غسيل دماغ، وهالكلام كان حقيقي موجود بالسي اي اي بوقت الحرب الباردة او الكولد وور. اكتبوا على جوجل بعد الفيديو ام كي الترا وشوفوا القصص اللي كانوا يعملوها السي اي اي بغسيل الدماغ مع الناس بالكولد وور.
المهم بيعملوا غسيل دماغ لهالشخصية بالكامل، بيخلوه ينسى مين هو وبيحطوا بعقله ذكريات جديدة وعطوه اسم جديد يلي هو بيل. هذا هو شخصية بيل يلي انت بتلعب فيه. Gotta admit, I'm surprised. I didn't think they'd recover so fast. We tried everything. Normal forms of interrogation weren't working. Breaking a subject's will and erasing their mind is a difficult and painful process. That's a small price to pay. The CIA's mind control program has had a great deal of success with implanted memories. You want me to tell them about my time in Vietnam? Lastly, you'll need a command phrase to trigger the implanted memories. We have a job to do. We have a job. You had to reach the Soviet bunker. It appears the subject's programming is beginning to take hold. We've got a job to do. We've known each other for years. Fought together, bled together, been through the hell of Vietnam together. We've got a job to do. And now the training's complete. We just need to give the subject a name. Bell. يعني ذكرياته اللي كانت بالفيتنام مع أدلر وسيمز لما بيرسيا سرق القنبلة النووية وراحوا استرجعوها، هالكلام كله ما صار، هالكلام كله CIA زرعوه بعقله وكلام كله غير حقيقي. الحين أحداث الفيتنام حقيقية وصارت بالنسبة لأدلر وسيمز، بس بيل ما كان معاهم، فأخذوا ذكريات أدلر وزرعوها بهالشخصية عشان يوثق بأدلر. وبالأخير كان لازم في جملة يقدروا يتحكموا فيها فيه، نفس ما كانوا السوفييت عم يسووا مع أليكس ميسن ببلاك أوبس 1. هونيك كان في تسلسل أرقام بتحكموا فيه مع الجواسيس النائمين، بينما هنا جملة والجملة هي We have a job to do. مشان هيك بنسمع كتير بالقصة أدلر عم بيقول لبيل We have a job to do، أو عنا مهمة لازم نسويها. هالجملة اللي فينهم كل شوي يخلوا بيل معاهم ويتحكموا فيه شوي شوي. No, we've got a job to do. We've got a job to do. We've got a job to do. We have a job to do. Bell, we've got a job to do. Tell me about Perseus. We've got a job to do. We've got a job to do. We have a job to do. Bell, we've got a job to do. Stop fighting, Bell. We've got a job to do. We've got a job to do. We have a job to do. Bell, we've got a job to do. وغلاف Black Ops Cold War بدل على بيل. مو شرط هو بيل نفسه، بس الغلاف بدل عليه، اللي هو جندي نصه روسي ونصه أمريكي، اللي هو حرفيا بيل. أصله بيشتغل مع بيرسيوس وتابع الاتحاد السوفيتي، بعد غسيل الدماغ صار أمريكي، فنص أمريكي ونص روسي، هذا غلاف اللعبة. نرجع للوقت الحاضر، عشان كذا قدرنا نشوف ذكريات بيل مع بيرسيوس على الطاولة، لأنه هو كان أحد عملاء بيرسيوس وكان يشتغل معاه، وهاللقاء كان مزروع بعقله الباطني وقدرنا نطلعه. بس الفيتنام والأبواب الحمراء هالكلام كله غير موجود، هذا كان فقط وسيل عشان نوصل لهالمعلومة. المهم بيرسيوس بيقول باللقاء اللي بيل تذكره إنهم بس يفكوا القنبلة اللي أخذوها من برلين، رح يفكوا التشفيرة تبعها وبعدين رح يشغلوا كل القنابل ويفجروها بأوروبا، ورح يشغلوها من سولوفيتسكي، مدينة سولوفيتسكي بروسيا. بيل بس يتذكر هاللقاء بيقوم من الغيبوبة وأدلر بيسألك وين رح يفجروا القنابل. انت وقتها او شخصية بيل عنده خيارين، يا اما يقل الحقيقة ويقل سولوفيتسكي، يا اما يكذب عليه ويقول له مكان ثاني، وبالتالي خيارك هنا راح يأثر على نهاية اللعبة الأساسية. وعنا ثلاث نهايات، النهاية الأولى السيئة جدا هي انك تكذب عليه وتقول له بمكان ثاني، بعدين بس يقوم شخصية بيل راح يتواصل مع بيرسيوس بالراديو، وبيل بيقول لبيرسيوس اني انا كذبت عليهم وقلت لهم ان انت بهالمكان، فبالتالي بس يروحوا لهالمكان، بيرسيوس وجماعته بيهجموا على هالمكان وبنشوف كل ابطالنا ماتوا، وودز، ميسن، ادلر، هيلين بارك، كلهم بيموتوا. فبالتالي هاي النهاية غير صحيحة، لانه نحن بنشوف وودز وميسن عايشين ببلاك اوبس 2، فبالتالي ما راح يموتوا هون، وبنشوف ادلر وهيلين بارك موجودين بالمالتي بلاير اللي هي عام 1984، فهالنهاية سيئة جدا غير صحيحة. بس بنطلع بمعلومة مهمة من هاي النهاية، واللي هي بعد ما بيرسيوس يذبح ادلر بيقول انه الامريكان مفكرين انه انا بيرسيوس، جدا اغبياء، مفكرين بيرسيوس شخص واحد، ما بيعرفوا انه بيرسيوس هي مجموعة. And to think after all this time they still believe I'm Perseus.
As if Perseus could ever be an individual working alone. So American. فاللي بنستدل عليه انه هالجماعة كلها هم بيرسيوس. بيرسيوس ما هو شخص واحد، بينما هذا الشخص هو فقط قائدهم. وصح بهالنهاية بتنفجر القنابل النووية على ايد بيرسيوس وبيفجر كل اوروبا. طيب وخلنا نروح للنهاية الثانية. النهاية الثانية سيئة، بس ما هي سيئة جدا، واللي هي انك تكذب على ادلر مرة ثانية وتقل على مكان غير سوليفيتسكي، بس ما راح تروح وتكلم بيرسيوس بالراديو. راح يروحوا شخصيات هنيك يكتشفوا انك كذاب، راح يذبحوك، انت راح يذبحوا بيل، والقنابل راح تنفجر باوروبا وتفجر اوروبا. بعض الناس بيقولوا هاي النهاية ممكن بتكون النهاية الصحيحة، لانه ما عنا اي دليل انه اوروبا ما تفجرت. بالمالتي بلاير ببلاك اوبس كولد وور احداثها بعد سنتين، وما عنا اي ماب باوروبا فما بنعرف. وغير كذا ببلاك اوبس 2 اللي احداثها بعد بلاك اوبس كولد وور ما عنا اي ميشن بطور القصة باوروبا، ففعليا ما بنعرف، ممكن اوروبا فعلا انتفجرت وهي هي النهاية الصحيحة. بس استبعد هالشي، لانه لو كانت هاي النهاية كان ببلاك اوبس 2 راح يذكروا هالشي. اوروبا كلها انفجرت بقنابل نووية، مو معقولة شي بسيط ما يذكروا ببلاك اوبس 2. فاشوف انه هالنهاية كمان مستبعد. وخلنا نروح للنهاية الثالثة، واللي 99% هاي هي النهاية الصحيحة، واللي هي انه بيل بيقول لأدلر الحقيقة، بيقول له انه بيرسيوس راح يفجر القنابل النووية من سوليفيتسكي. هناك في سوليفيتسكي في راديوهات جدا كبيرة، فراح يقدر يتواصل مع جميع القنابل النووية ويفجرها بالكود. فعلى طول بيتجهوا أدلر وودز وميسن ومعهم بيل وجميع أعضاء CIA بهجوم جدا قوي على سوليفيتسكي، وبيفجروا جميع الراديوهات هناك، وبالتالي بيرسيوس ما راح يقدر يفجر القنابل النووية، وبنحمي أوروبا من أنها تنفجر. Take my hand, Bill. We did it. This is a message to Perseus and those that'll follow him. We don't just sit back and hope for the best. We'll make the best happen. This is how wars are won, Bill. بس ما بيلقوا القبض على بيرسيوس، لسه بيرسيوس موجود حر طليق، والحكومة الروسية بتقول ما عندها أي فكرة عن بيرسيوس، وبيرسيوس ما قاعد يشتغل عندهم. يا أما بيكذبوا عشان يبرقوا حالهم، بس على الأكثر كلامهم صحيح، فعلا ما عندهم علاقة بيرسيوس لسببين. بيرسيوس راح على منطقة يامنتاو عشان ياخذ أسماء السليبينج ايجنت، كان بكل بساطة فينه ياخذهم من مبنى الكي جي بي لو كان بيشتغل عند الاتحاد السوفيتي. وثانيا لما بيل دخل على مبنى الكي جي بي هو وآدلر، كان المفروض يعرفوه بالكي جي بي على طول، لأن هو بيشتغل عن بيرسيوس. فبالتالي بيرسيوس وبيل ما لهم علاقة بروسيا أو الاتحاد السوفيتي، بيرسيوس هي جماعة منشقة عن الاتحاد السوفيتي عم يشتغلوا لوحدهم. المهم بعد هالنهاية السعيدة، بعد ما أنقذنا الملايين الأرواح، منشوف هاي النهاية. Arctic Air. Clears the head, doesn't it? Bell, you made two extraordinary sacrifices to stop Perseus. One was without your knowledge. The other, you made that decision of your own accord. I just want you to know that this little thing that's happened with you and me, it was always for the greater good. You're a goddamn hero, you know that, kid. Heroes have to make sacrifices. That's why when I asked you for one more, I hope you understand. It was never personal. يب، مثل ما شفتوا، بعد ما بيل قالهم الحقيقة وساعد CIA وأنقذ أوروبا، راحوا قتلوه بالنهاية. هذول هم الأمريكان، بعد ما يخلصوا شغلهم معاك بيتخلصوا منك. طيب ليش آدلر قتل بيل؟ عنا نظريتين. أول نظرية إنه CIA أو الحكومة الأمريكية عطوا أمر لآدلر إنه يقتل بيل، والسبب هو إنهم ما بدهم يخلوا أي أثر على الشيء اللي سووه.
الشيء اللي هو انهم زرعوا قنابل نووية تحت اوروبا بالكامل. بيل بيعرف هالكلام وممكن باي وقت انه يهرب ويحكي هالكلام لكل العالم، فبدهم يتخلصوا منه عشان كذا ذبحوه. والنظرية الثانية هو انه هالقرار ما طلع من الحكومة الامريكية، بل ادلر هو اللي ذبحها بدون علم CIA. والدليل على هالكلام بالنهاية بنشوف مكالمة بين هاتسون وبلاك. بلاك هو الشخص المتحدث باسم رئيس امريكا، وبيقولوا انه بيل سوى شغل جدا خرافي وبدون مساعدته كنا رحنا فيها، فمو معقولة بعد هالكلام يقولوا لادلر روح واقتل بيل. والنظرية الثانية ادلر هو اللي قتل بيل، لان بيل عنده ذكريات ادلر بالكامل. لما سوينا غسيل دماغ لبيل زرعنا فيه ذكريات ادلر بالفيتنام، وحتى ذكريات اكتر من هيك بكتير، نحن بس شفنا الفيتنام. فبيل بيعرف كثير اشياء عن ادلر، وممكن ادلر في شيء بماضي ما بدو اي حد يعرفه، وبيل بيعرف هالشيء. ممكن سر ما بدو حدا يعرفه، او غلط سواه بمكان ما، او ممكن ادلر كان بيشتغل مع بيرسيوس، ما حدا بيعرف. هي فقط نظرية، فاتمنى تشاركونا بالتعليقات اي نظرية بتأيدوها، الاولى انه CIA هم اللي قتلوا بيل، ولا الثانية انه ادلر هو اللي قتل بيل. بقية يا شباب هذا الفيديو لليوم، اتمنى يكون عجبكم، اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، واكتب في التعليقات انا وصلت لنهاية الفيديو، وراح اعطي التعليق تبعك قلب، وراح احاول اعطي كل التعليقات قلب اللي تكتب انا وصلت لنهاية الفيديو. واتمنى تشاركونا بالتعليقات شو رأيكم عن اخر نظريتين عن النهاية، هل ظنوا CIA ولا ادلر هو اللي قتل بيل؟ وبس، كان معكم شركي ياشكم دي هالثاني ان شاء الله، مع السلامة.